خيمة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وجامعة جابس والمنستير، فضاءات خصصها تباعا الاتحاد العام تمثيل الشغل والمعنيون بشأن التربوية والجامعية بكل من جامعة جابس والمنستير لفائدة الناجحين الجدد للتعريف بعدد من الاختصاصات والمسارات الجامعية. الأيام هذه باش تعطي فكرة على مختلف عروض التكوين اللي تقدمها جامعة منستير، ويبلغ عددهم حوالي 112 عرض تكوين. عندنا الإجازة في الهندسة الميكانيكية، عندنا الإجازة في الإلكترونيك، عندنا الإجازة زادة في الاختصاص الإنرجي رينوفلابل، وعندنا زادة في الجيني ميكانيك. وننصحوا الطلبة راهو باش يدخلوا الجامعة جديدة، وكل طالب له الفرصة للتميز وللنجاح بتميز معنا في مسارته إذا كان أحسن الاختيار. هذه الفضاءات حضرها مختصون لهم دراية بعملية التوجيه الجامعية لمساعدة الناجحين الجدد في البكالوريا على حسن اختيار مساراتهم الجامعية. لازم الطالب يحاول في العشرة كليكاز لديسكاز باش يعملهم، يحاول أن يضمن أن يتحصل على التوجيه نتاعهم من الدورة الأولى. نقول له كي تختار حاجة اختار حاجة مقتنع بها بطبيعة الحال تنجم تنجح فيها، لكن بعد باش تعدي فيها مسيرة مهنية طويلة. الأيام المفتوحة كانت فرصة للناجحين في البكالوريا الجدد لطرح أسئلتهم المتعلقة بالتوجيه الجامعي. عاونونا معناها فسرولنا وفهمونا وعطونا فكرة به الحق من الأول، كل فكرة هكا ضب بيا شوية، ما توك القاعدة ندور هكا ونشوف، ما زلت نعرف حاجات جديدة فاك عمري ما سمعت بها. بكمات وجيت اليوم للخيمة هذيا باش نلقى أجوبة الأسئلة متاعي. الحقيقة أي عاوني مسيو لهنا وعطاني أجوبة بالكدا وحطني في الإطار متاع الباك. أكيد يكون فرصة باش نختاروا فيها حاجات تناسبنا وتناسب السكور متاعنا ونزلوا يرشدونا أكثر. أسئلة كانت عنده فلو في مخو دونك مهمة برشا. ومن المنتظر أن تقدم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من 20 جويلية الجاري وإلى غاية 22 منها الأيام الوطنية الخاصة بالتوجيه الجامعي، وذلك بمدينة العلوم بتونس العاصمة.